كشفت شركة إيرانية اليوم الأربعاء عن البدء بمشروع مد أنبوب للغاز إلى محافظة البصرة تحت مياه شط العرب. وقال مدير المشروع في شركة ديبر الإيرانية بوريا وزيري إن مشروع مد أنبوب الغاز الجاف إلى مدينة عبدان إلى البصرة صمم لتجهيز نحو 50 مليون متر مكعب من الغاز الجاف إلى محطة الكهرباء في البصرة والتي تحتاج إلى هذا الوقود وبكلفة تتجاوز 350 مليون دولار. استقر سعر الذهب العراقي من عيار 21 اليوم عند 195 ألف دينار للمثقال الواحد. وعزت الخبيرة في الشأن الاقتصادي سلام سميسم تذبذب أسعار الذهب إلى عدم الاستقرار الاقتصادي والأمني في البلد، ما يربك عملية الشراء والإقبال على الذهب داخليا، لكون المواطن العراقي يبحث عن الملاذ الآمن لأمواله في ظل الظروف الراهنة التي تعصف بالبلد. في شأن عربي، تسعى السعودية إلى زيادة ضخ نفطها إلى أوروبا من خلال خط أنابيب سوميد بعد توقيع مذكرة تفاهم بين أرامكو والشركة العربية لأنابيب البترول. وأعلن وزير البترول المصري طارق الملا أن المذكرة تشمل درس إمكان استخدام أرامكو لمستودعات التخزين الحالية التابعة لسوميد في تخزين النفط السعودي، وكذلك إمكان استخدام مشاريع سوميد جديدة للتخزين كمركز توزيع لمبيعات أرامكو من الغاز المنزلي في مصر، فضلا عن تسويق مبيعات أرامكو من الخام إلى أوروبا. في خبرنا الأخير، حذر صندوق النقد الدولي من تبعات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما قد يؤدي إلى احتمال التسبب بأضرار عالمية وإقليمية كبيرة. وقال الصندوق إن من شأن هذا القرار تقويض العلاقات التجارية وتسبب بتحديات جوهرية بالنسبة لبريطانيا ولباقي الدول الأوروبية، وأضاف أن مجرد طرح موضوع الاستفتاء حول هذا الموضوع خلق جوا من عدم الاستقرار لدى المستثمرين، كما أنه في حال صوتت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى زيادة القلق في الأسواق المالية ولدى المستثمرين.